بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهدي موك. النهاردة نتعلم حاجة جديدة في نيت سويت، ألا وهي إزاي نعمل سيل للفيكسد أسد. يلا بينا نبتدي. أول حاجة لازم أكون مجهز الداتا بتاعة الأصل اللي أنا هبيعه، فأكون مجهز الاي دي، السيل ديت، الكاستمر اللي أنا هبيع له الأصل، والسيل أماونت. وبعدين نروح لنيت سويت، نروح لترانزاكشن الخاصة بالبيع وهي فيكسد اسيتس ترانزاكشنز اسيت ديسبوزل. أول سؤال هنا بيسألني الديسبوزل تايب. أنا ممكن طبعا يكون الديسبوزل بحالة البيع اللي احنا هناخدها النهاردة أو بحالات أخرى، وإن شاء الله الحالات الأخرى هنتكلم فيها في حلقات جاية بإذن الله. يبقى الحالة بتاعتي النهاردة هي حالة البيع، والديسبوزل ديت زي ما قلنا هي 1/6/22. الكاستمر هجيب الكاستمر كود، السيل تاكس كود هو 0%، وبعدين الاسيت اي دي هجيب منه كوبي، تبتدي تظهر عندي بيانات الاصل. هنا هو هنا دلوقتي بيسالني عن الكوانتيتي تو ديسبوز، هي الكميه 1، وانا هبيع نفس الاصل بكميته. السيل اماونت برضو اجيبها من ملف الاكسل بتاعي، وبعدين اتنقل لخانه اللوكيشن، اختار اللوكيشن، وبعدين ادوس اد. هنا هنختار السيل ايتم اللي انا ببيعه، فانا هختار vehicles and means of transport. يبقى نراجع مع بعض الداتا اللي انا دخلتها. دخلت الديسبوزال تايب، الديسبوزال ديت، الكاستمر، السيل ايتم، السيل تاكس كود، ده الاسيت اي دي، دخلت الكميه اللي انا بعمل لها ديسبوز، دخلت السيل اماونت واللوكيشن، وبعد كده هدوس ديسبوز. نقلني على الفان بروسيس ستيتس والستيتس كيود، ندوس على ديتيلز، اضغط على ريفرش، الستيتس اصبحت completed، والمسج الاسيتس disposed، الانفويسز written، والديبريسيشن هيستوري ريكورد اند جورنال انتريز written. ولو فتحت صفحه الاصل هلاقي ان الاسيت ستيتس اصبحت disposed، ولو رحت لتابت الاسيت سيل وديسبوزل هلاقي ان الديسبوزل دي اصبح 1/6/22، الديسبوزل تايب سيل، اسم الكاستمر، والسيل اماونت، والسيل انفويس نمبر. القيد الثاني اللي تم انشاؤه هنشوفه لما نروح لتابت الديبريشيشن هيستوري، وبعدين ندوس على ديبريشيشن هيستوريز. هلاقي عندي هنا في تاريخ 1/6/22 تم انشاء الفيكسد اسيت ديسبوزال انتري نمبر 3. لو استعرضته هلاقي ان الفيكسد اسيت قيمه الاصل اصبحت دائنه، وقيمه مجمع الاهلاك اصبحت مدينه. وبكده نكون اتعلمنا النهارده ازاي نعمل سيل للفيكسد اسيت في نيت سويت. شكرا لكم، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.